نهاية واربعين توزلان تخلون تريادان تسلم حزبنا الله إمام مولانا حسب الحول والله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليك من كل أذن معصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقات من كل ما يخالف المعرفات من كل ما يخالف الحقيقات من كل ما يخالف العظمة يا أرحم الراحمين أودان متاني كلمتاني شهادتاني عندك يا رسول الله وهي لنا وريات يومك يا رحمة للعالمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفاتيح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وافر أمر إلى الله إن الله باسر بالعباد رابطه الشريف الاتحاد الشافع فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلاة الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى ألم نشرح الشريف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب
الشيطان الرجيم ألم نشرح لك صدرك ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرجت فانصب إلى ربك فارغب الله إخلاص الشهر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gada teyteni minel mülkü mellem teni min tavlele hadis. Fatira semavati vel ardan tebelliye füddünye vel ahirate ve feni müslümen vel igni bis salihin. Aminna billahi sadakallahu lazim. Subhaneke rabbike rabbil izzete ve yasifun. Ve selamun alel mürselim velhamdülillahi rabbil alemin. İlâh şerefin Nebi Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve sahab-ı ikram eylem ve şayıkın evi terkatın akşbendiyetil aliyye. Hazretenler Ruhi İmam Tahir Gazül Halika Baca Şan Akşben Muhammed-i Resil Bahari Sultan Evliya Şabullah Faizla İstani Ebu Fukara Seyyid Ecbad Rabbani Sultan Evliya Kıbletül İslam Sahibu Zaman Şeyh Sultan Mevlana Mamun Nazım Adel Elekani Adma Hacagani İl Abdülhalik Kucuvani Sahibu Sevşi Abdülkerim El Kıbise Rabbani Sahih Sadatine ve Sıddıki El Fatiha Allah فعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله Allah'a emanet.
Zikrullahi ta'main kulub bala. Allah, 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 All
العسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nasir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah hak, 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 Allahu Allah hay, 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 Allahu Allah hayya kayyum, 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 Allah hayya kayyum. Hasbunallahu ni'mal vekil, ni'mal mevla, ni'mal nasir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya hu ya hu ya daim, ya hu ya hu ya daim, ya hu ya hu ya daim, Allah ya hu ya daim, ya daim, ya daim. Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Mennan, Ya Mennan, Ya Mennan, Ya Allah, Ya Mennan, Ya Mennan, Ya Mennan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, 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 Ya Allah, Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Kerim, 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 Ya Allah.
كريم يا كريم يا كريم يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا قدير يا قدير يا قدير يا الله يا قدير يا قدير يا قدير يا الله يا مقتدير يا مقتدير يا مقتدير يا الله يا مقتدير يا مقتدير يا مقتدير يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا بصير يا بصير يا بصير يا الله يا بصير يا بصير يا بصير يا الله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا بصير يا بصير يا بصير يا الله يا بصير يا بصير يا بصير يا الله يا جمال يا جمال يا جمال يا الله يا جمال يا جمال يا جمال يا الله يا جلال يا جلال يا جلال يا الله يا جلال يا جلال يا جلال يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا قدير يا قدير يا قدير يا الله يا قدير يا قدير يا قدير يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا غفور يا غفور يا غفور يا الله يا غفور يا غفور يا غفور يا الله يا غني يا غني يا غني يا الله يا غني يا غني يا غني يا الله يا ولي يا ولي يا ولي يا الله يا ولي يا ولي يا ولي يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله يا صبور يا صبور يا صبور يا الله يا صبور يا صبور يا صبور يا الله 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 يا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد
وسلم صلي يا ربي وسلم على جميع الأنبياء المرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين وعلى أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات وعلى أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات وعلى أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته ومياه ورسوله وجميع الكريم محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى سالتنا أصحاب رسول الله أجمعين ونتمي بالسلام شمد الله ممتاكين وني أولياء الصالحين شيخنا بتركة النقشبانة العالية قدس الله زكي ومبارك الله تعالى وكاتب في ودادهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله سبحان ربي العلي العلى الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله إيانا وإياكم نستجيب الشفاعة ويرجو من الله رحمة ورافة اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه من حاج قويم اجعلنا من خيار أمتي واستعملنا من زين حرمتي واشرنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مده ونصرتي واهنا متمسكين بسنتي وطاعتي وامتنا اللهم على حبه وجماعتي اللهم ادخلنا الجنة فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفى الخلائق فترحمها اللهم زدنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغرق قبل السنة اللهم لا تجعلنا في مجلسنا أهلا لغزته مع توبة عن ذنوبها وسكنت به بهداية المغفرة أيوبا اللهم إنه كان معنا في هذا الليلة وفضله رحمه الله اللهم ارحمنا زاسنا من أصحاب القبور ووفقنا إلى سؤال يقصنه على من زهور اللهم جعلنا لعلائك الزاكرين وللعمائك الشاكرين وليوم لقائك الزاكرين واهنا بتعاتك مشهولين وإذا توفيتنا فتوفى هو إلى مفتونين ولا مهزولين قدم لنا خيرهم أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم جعلنا هذا النبي الشفيع ارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية منية بعده أبدا تحت لواه غدا اللهم ارحم لأبائنا ولأمهاتنا ولمشاعر الحقوق علينا وزد أجر هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات واغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbi, all praise are due to you. May your peace and blessings be on the Holy Prophet, and his family, his companions. Ya Rabbi, please bless our Grand Sheikh Sultan Evliya, Sheikh Mawlana Muhammad Nazim al-Kani. Ya Rabbi, please bless our Sheikh Sahib Hussein Shah Abdul Qayyim Qubuzi Rabbani. Ya Rabbi, raise them to higher and higher and higher stations. Ya Rabbi, Ya Rabbi, give long life, healthy life, strong life to Al-Quran Effendi. Ya Rabbi, make us to be better ones for him. Ya Rabbi, make us to be better ones in this way. Ya Rabbi, Ya Rabbi, make us to be preparing for the three holy months that are coming. Ya Rabbi, make us to be making intention to be spending them in the dargah, Ya Rabbi. Make them to be making intention to be spending them in this association, Ya Rabbi. Ya Rabbi, make us to be putting our lives and our heart into this association, Ya Rabbi. Make us to be the ones that are running to be pleasing our Shaykh, Ya Rabbi. Make us to be the ones that are running to make the bonds in this association more strong, Ya Rabbi. Ya Rabbi, protect this association and this Jamaat, Ya Rabbi. Protect us from east to west, Ya Rabbi. From north to south, Ya Rabbi. All the people who are calling outside will say its name, Ya Rabbi. We need more protection to reach to them, Ya Rabbi. Let them to reach to this Jamaat, Ya Rabbi. Ya Rabbi, open the doors east to west, Ya Rabbi. North to south, Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Let the sincere people to come, Ya Rabbi. Let the strong people to come.
come, Ya Rabbi. Let the lovers of the Ottomans to come, Ya Rabbi. Let the ones asking for Hilafah to come, Ya Rabbi. Let the ones asking for Sultanah to come, Ya Rabbi. Let that Ottoman spirit to wake up again, Ya Rabbi. Ya Rabbi, in these days that the Hilafah was veiled, Ya Rabbi. We're asking for Hilafah to come back, Ya Rabbi. Let the Hilafah to come back, Ya Rabbi. Let the Khalifa to come back, Ya Rabbi. Let the Sultanah to come back, Ya Rabbi. Let the Sultan to come back, Ya Rabbi. Let the Ottomans to rule us again, Ya Rabbi. Let our Sheikh to come back, Ya Rabbi. Bring Mahdi alayhi salam, Ya Rabbi. Bring Mahdi alayhi salam, Ya Rabbi. Bring Mahdi alayhi salam, Ya Rabbi. Make us to be amongst his servants, Ya Rabbi. Make us to be amongst the helpers, Ya Rabbi. Don't let us to get tricked by Dajjal, Ya Rabbi. Don't let us to get tricked by Dajjal, Ya Rabbi. Don't make us to follow our egos, Ya Rabbi. Make us to see the glorious days of Mahdi alayhi salam, Ya Rabbi. Make us to be with him in Istanbul, Ya Rabbi. Make us to be with him in Makkah, Ya Rabbi. Make us to be with him in Medina, Ya Rabbi. Make us to be with him in Damascus, Ya Rabbi. Let us to be there to greet Isa alayhi salam as he comes down from paradise, Ya Rabbi. Let us to be with him in Hindustan, Ya Rabbi. Everywhere he goes, let us to be his helpers, Ya Rabbi. Everywhere he goes, let us to follow his footsteps, Ya Rabbi. Everywhere he goes, let us to be the dust under his sandals, Ya Rabbi. Ya Rabbi, make us to be living to reach to that time, Ya Rabbi. Don't let us to be waste, Ya Rabbi. Don't let us to be burned, Ya Rabbi. Don't let us to be taken away, Ya Rabbi. Forgive our sins, Ya Rabbi. Accept our intention to start new, Ya Rabbi. Accept our intention to be Ottomans, Ya Rabbi. Accept our intention to be the servants and murids of Sayyid Hussein, Ya Rabbi. For the sake of this holy night, Ya Rabbi. For the sake of our Sheikh, Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yüzü su hürmetine Ya Rabbi. Bütün enbiya bilirli onun hürmetine Ya Rabbi. Büyük şeyhimizin, şeyhimizin ahiretteki makamlarını, güçlerini, kuvvetlerini, heybetlerini, şanlarını, şereflerini arttır Ya Rabbi. Onların yüzü su hürmetine Ya Rabbi. Lokman Efendi Hazretlerine, bütün ihvan kardeşlerimize, şeyhimizin sevdiklerine, sevenlerine, Lokman Efendi'nin sevdiklerine, sevenlerine Ya Rabbi. Sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler nasip ve mesele eyle Ya Rabbi. Büyüden, kötü gözden, nazardan, kazadan, beladan, hükümet devleşenden, şeytanın şerrinden, deccalın şerrinden koru Ya Rabbi. Bizleri emni aman dairende tut Ya Rabbi. Bizlere hakkı hak, batılı batıl olarak göster Ya Rabbi. Bizleri senin sevdiklerinle haşır neşre eyle Ya Rabbi. Bizleri senin sevdiğin işlerle meşgul eyle Ya Rabbi. Bizleri şeyimizin yüzü su hürmetine affet, bağışla Ya Rabbi. Mağrif müşahilere Ya Rabbi sağlık, afiyet ile temiz bir şekilde girmeyi, temiz bir şekilde ihya etmeyi bizlere nasime mesele eyle Ya Rabbi. Şeyimizin huzuruna temiz bir şekilde kavuşmayı bizlere nasime mesele eyle Ya Rabbi. Şeyimizin bizlere bırakmış olduğu bu emaneti, sünneti, seniyeyi Ya Rabbi. Muhabbet ile, aşk ile, şan ile, şeref ile taşıyabilen gerçek Abdullah kullarından olmayı bizlere nasip ve mesele eyle Ya Rabbi. Amin. Amin, amin, amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Lazim anez ilahe 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 kayyum atıbureh. Tavaden abdin samsan şura Allahum ente rabbi la ilahe illa ente halak demikasından avuz bikam şerim asanaz. Ya Vahhab, Ya Vahhab, Ya Vahhab, Ya Musabib al-Azbabi, Fatiha al-Abuabi, Mukallib al-Kulubi wal-Aksar. Ya Rilil Mutahayirin, Ya Giyas Mustaghisin, Ya Hayy, Ya Kayyum, Zul Jalali wal-Ikramu, Fidamri, Lallahi, Lallahu, Basmi, Libad, Allahum, Salatat al-Jinnu, Jinnu, Rahmali, Wa'afad, Wa'afad, Jamil Hajjaj, Wa'afad, 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 Allahum, Aslam, Muhammad, 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 يا رحمن الرحيم ارحمنا يا رحمن الرحيم اغفر لنا يا رحمن الرحيم يا غفار الذنوب استر وفتح القلوب امين 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 السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا في العاليه خاصه الرحيم در واسر حالك وتشرح شمال محمد صلى الله عليه وسلم وعلي سلطان عبد الله رضي الله عنه وقرص شفر عليه شاه سلطان مولانا محمد ناظم الرحمن لو دخل جواني صاحب صاحب شرف يا رباني الفاتحة اللهم صل وسلم فاتحة السلام عليكم وعليكم السلام الله يخليك يا شيخ